غيس انت بتعرفوا للخواجه؟ ابدا سيدي، لو بعرفه كنت كمشته اليوم قبل بكره. الخواجه شخص خطير كثير، كل محاولات الفرع انه نلقطه ما عم نقدر. صحيح بركات رفيقك كيفه؟ كان رفيقي، اما هلا لا. اوف، انا رفيقي القانون وبس، اما غير هيك ما بعرف حدا. ممتاز، معناتها بلشت تطلع السلم درجة درجة. شوف يا ريس، نحن في عنا شخص خطير كثير بالبلد، حامل كذا جنسية كذا اسم وكذا باسبور، وللأسف لهلا ما قدرنا نمسكه. في عنا معلومات كمان أكيدة إنه بركات اللي كان رفيقك ممكن يكون واحد من رجاله، واللي ممكن يوصلنا لبركات هو أنت. قدها ولا مانك قدها؟ تحت أمرك سيدي.